لو سمحت هو حضرتك جوز الشيخ عبد الله؟ هي نعم تفضلي. بعد اذنك الدكتور عايز حضرتك. ان شاء الله الحين اروح له. خلص روحه وانت وانا خليه اشوف الدكتور وياكم. ان شاء الله. بس وين غرفه الدكتور؟ الغرفه اللي على اليمين على طول. شكرا. ليش يا ماما نزلت تشوف خيتك؟ يما شيخة لا، شيخة احنا متبرين منها. اللي سوونا ما يرضي الله ورسوله. شيخة ايه تبينا نعملها كذي؟ شو نسوي يعني؟ شيخة ما سوت شي غلط، حالها حال كل البنات اللي درسوا واشتغلوا ساقوا السيارات. البنات اللي درسوا واشتغلوا ساقوا السيارات كيفهم وكيف اهاليهم، احنا مو كذي. شو اقول غير الله يهديكم. ليما شيخة ليش هني؟ هي شنو حامل؟ هي ولدي حامل، شيخة حامل بشهرين وطرحت بسبة الحادث. الله لا يوفقه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، تسبب على بنيتي. زين هي ما عرفت منه؟ تقول واحد من هالمطافيق لف عليها وهو مسرع. ايه وبعدين؟ تقول وخرت عنه عشان لا يدعمني، ما وعيت إلا أنا على الرصيف دعب الشاب. زين هي ما تعرفه منه؟ ما أخذت لوحة سيارته لونها شكلها؟ تقول كل شيء صار بسرعة. إيه اللهم ما بلغوا الشرطة؟ مساعد راح الشرطة، قالوا له ما نقدر نعرف منه لأن ما حد شاف الحادث. شفتك، أنا شفتك. وين بتروح مني يا حمود؟ دم ولدي برقبتك. ما علي بنيتي، الله يعوض عليك. مشكورة. بس أنا ما أخذ بخاطري عليك. حامل ما تقولي لي؟ والله يا خالتي ما كنت أدري، أنا استغربت لما قال الدكتور. ما علي بنيتي، الله يخلف عليك خير إن شاء الله. ما علي شيخة، ولا تهتمين، لاحقين على العيال ولقيتهم. يمكن بالبداية ما كنت مهتمة، بس لما هي ويروح كنا قطعة منك راحت.